اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده سمك فيليه بالشبت، وهعمل معاه سلطه سلم المدخنه بالطماطم الشاري. هبتدي بالسمك الفيليه. المكونات: دقيق، قطعتين سمك فيليه، بودره بصل، ثوم، كاري، بابريكا، شطه، كزبره ناشفه، شبت وليمون. هحط زيت على النار يسخن كويس، وهاخد طبق كده غويط عشان احط فيه الدقيق. هاخد الاول الليمون، احط الليمون على السمك، واحط معاه معلقه من الثوم المفروم، وبعدين احط المكونات الناشفه كلها على الدقيق. يعني احط الكزبره والبابريكا وبودره الكاري، واحط شطه حسب الرغبه، ومعلقه من الملح كبيره، يعني معلقتين صغيرين، واحد اتنين. واخلط المكونات الناشفه ومعاها شويه من الشبت، اخلط كويس كده علشان ايه الملح ده كله يتوزع، والشطه والبابريكا كل حاجه تبقى متوزعه مظبوط. توم خلاص. هاجي بس على السمك، هو اخد الطعم الليمون والتوم من ايه اللي هو منقوع فيه، وبعدين احطه في الدقيق من كل النواحي كده. احط القطعتين مره واحده علشان يستووا مع بعض في نفس الوقت. هزها كده شويه في الدقيق علشان الدقيق يتغلغل في كل حته فيها. يفضل نبتدي دايما بالحته اللي ناحيه الجلد اللي هي دي. على بعيد كده. بس هخلي ايدي عليهم ثواني. هما تقال ماسكين نفسهم. هشيل ده. احرك كده الطاسه بالراحه. اول لما تبتدي تتهز، يعني تبتدي تحرك السمك يتحرك في الطاسه، نعرف ان هو ايه ابتدى يستوي. نقلبه على الناحيه الثانيه. حطينا دي الاول. طبعا وقت السوى بيبقى متوقف على سمك السمكة ودرجة الحرارة بتاعة البوتاجاز. بحط ممكن شوية من الشبت كده هنا. تقريبا بتاخد على كل ناحية سوى. الأول ممكن مثلا 7-8 دقايق على الناحية الأولانية، وبعد كده 4 دقايق 5 دقايق، برضو على حسب السمك اللي إيه السمكة. نحط عليهم شوية كمان من الشبت. وقطعتين كده عشان تبقى الألوان كويسة. يبقى أول طبق سمك فيليه بالشبت. هطلع فاصل وارجع أعمل لحضراتكم سلطة سلم المدخن بالطماطم الشاري. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت سمك فيليه بالشبت. هعمل دلوقتي سلطة سلم المدخن بالطماطم الشاري. مكونات: سلم مدخن، خس ملون، جرجير، طماطم شاري، ذره حلوه، زيتون اسود، بصل حلقات، ليمون، وبقدونس مفروم. هجيب طبق. دي بقى ما فيهاش اي حاجه خالص غير بس تقطيع الطماطم وتقطيع الايه البصل. هاخد الجرجير افرده كده. الجرجير الاخضر البلدي الفريش ده بيبقى شكله يعني لوحده مش محتاج اي سلطه. هاخد الخس وراه كده.
وهفرط الحلقات. طبعا هستعمل ملح وفلفل، هعمل دريسنج خفيف كده علشان ايه طعم السلطه يبقى مظبوط. هخلي بس الملح هو اللي خفيف شويه علشان السلمون المدخن ملحه ايه بيبقى زايد شويه. وهنحط طماطم الشاري والزيتون الاسود، فكده في زيتون اسود وفي سلمون مدخن، يبقى نخف ايدينا في الملح شويه. شويه من الذره الحلوه، شبت اسف بقدونس مفروم، هاخد بقى السلم المدخن زي ما هو كده احطهم هنا زي ما حضراتكم بقى تحبوا. عايزين تقطعوه صغير ممكن، بس ايه خليه بشكله كده. وقت الاكل بقى ايه نبقى نقطعه بالتقطيع اللي تحبوه. هرش على السلطه رشه ملح والليمون ناخد واحده من دول نحطها هنا كده، وزيت زيتون يعني معلقتين بالكتير. اسهل طبق سلطه في الدنيا. يبقى اول طبق كان سمك فيليه بالشبت، وتاني طبق سلطه سلمون مدخن بالطماطم الشاري. الف هنا وشوفكم حلقه جديده.